مكسرات التحضير اللي ما بتاخدش وقت، بقت جزء لا يتجزأ من حياتنا، سواء في الشغل أو في الأكل أو في الشرب. وطبعاً في رمضان بقينا بنحب نستخدم الحاجات دي بشكل كبير لأنها بتنجزنا، واللي منها المشروبات الباودر اللي بتتحضر بسرعة عشان تلحق تسقع ونشربها على الفطار. بس للأسف طلعت كارثة بمعنى الكلمة، وعشان كده الدراسات العلمية ودكاترة التغذية حذروا من أضرارها، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة في صحتي يومك. أول دراسة معانا النهاردة لموقع ريدت إن العصائر الباودر ملهاش فوايد وإن قلتها أحسن، وكوبايه الميه افضل منها بكتير جدا، وده لان نوع المشروبات الباودر بتحتوي على سكر بنسبه كبيره جدا. وطبعا كلنا عارفين ان السكر ليه مخاطر، واللي منها تسوس، ضعف المناعه، وكمان زياده الوزن. وابرز مشروب ممكن يتعمل باودر هو التمر الهندي، واللي ناس كتير مننا بتحب تشربه جنب الاكل، وهو مشروب رسمي في رمضان زيه زي العرقسوس كده. واللي حذر منه الدكتور مروان سالم اخصائي التغذيه ان المشروبات المصنعه من الباودر بتتكون من كلوجوز ولون صبغة ومكسبات طعم، ودي بتسيب أثار على اللسان بسبب الصبغات الموجودة فيها. وأكدت على التحديد ده كمان الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، واللي قالت عن المشروبات الباودر إنها عبارة عن ملونات وصبغة خاصة بتعمل مشاكل وأمراض خطيرة، واللي عرض لنا أضراره وتعالوا نتعرف عليها سوا. نيجي الأول ضرر للتمر الهندي الباودر. أول حاجة هيعمل لك قرحة بالمعدة، وهيزود رغبتك في القيء والغثيان، وكمان بسبب انه بيحتوي على سكر هيعرضك للسمنة. وشددت على مرضى السكر انهم ما يشربوش طبعا التمر الهندي الباودر، ده غير انه كمان هيوصل للكلى وهيسبب الفشل الكلوي، والكارثة الكبيرة انه ممكن يسبب السرطان، وده طبعا بسبب الالوان الصناعية ومكسبات الطعم واللون والريحة اللي بتكون مجهولة المصدر. كمان التمر الهندي الباودر بيسبب الكحة وأثر سلبية على صدر الأطفال، وده نتيجة التصبغات اللي فيه. طيب نعمل ايه لو بنحب التمر الهندي؟ ما نشربش؟ لا طبعا اشربه، بس بدله بالعنصر الطبيعي، وده اللي بنجيبه من عند العطار وبننقعه وبنغليه، وبعد كده بنتخلص من القشور بتاعته، وده مليان فوائد وعناصر غذائية كتيرة جدا. طب ايه هي الفوائد دي؟ منها الحديد والكالسيوم والفوسفور، واللي بتخليه ليه فوائد في الوقاية من أمراض القلب، وبينقي الجسم من السموم، وكمان بيحافظ على نضارة البشرة وصحي للعيون وتقوية الأعصاب، وبيحسن صحة الأمعاء، وعلاج فعال للإمساك. كمان في دراسة تبع موقع Conserve Energy Future وضحت لنا حاجة مهمة جدا، وإن في ناس أصلا ممنوعة من شرب التمر الهندي حتى الطبيعي، وده بسبب ظروفهم الصحية، واللي منهم المرضى اللي بياخدوا دواء الأسبرين وأدوية السيولة، لأنه التمر الهندي بيخفف الدم، ده غير إنه في ناس عندها حساسية من التمر الهندي. وكمان نصحت الدراسة مرضى السكر المتابعة مع الدكتور وأخذ المشورة بأنها تشرب التمر ولا لا. طيب الناس اللي بتعاني من حصوات في المرارة، من الأفضل أن هم يحدوا من شرب التمر الهندي، وده لأنه بيزود من معدل تكوين الحصوات. عايز أقول لكم في النهاية أن كل المشروبات الباودر مضرة، ويستحسن ما نشربهاش، والأفضل نشرب عصاير طبيعية من غير سكر، ولو مش حابب يبقى المية هي أفضل بديل. قولولنا بقى، هتشربوا التمر الهندي الباودر تاني ولا هتروحوا للبديل الطبيعي؟ واستنونا في نصيحة جديدة من صح صيامك.